الحرب خدعه، وكان الجوهري ظابط. بامانه كان في بعض الجهات كانت ضدنا، عايزين نعمل معسكر والله ما فيش امكانيات، احنا في مهمه قوميه. طب عايزين نروح نسافر نلعب والله ما فيش امكانيات، راح اجيب البطوله وراجع. طب يعني عايزين لبس والله لبس مزركن والدنيا بايظه. لغايه في يوم لقيت الكابتن جورم شايب، انا هروح العب بايه؟ والله ما فيش امكانيات. قلت له البسها ووقف وقول ايه؟ انا بيه انا بيه. لقينا عربيات تيجي وتحامي خنازير مذبوحه وتمشي. وكان في استقبالهم في المطار كل من وقفوا امامهم في تسهيل لمهامهم عشان يحققوا البطوله. اغلى البطولات هي البطوله اللي بتيجي بعد شوق، بتيجي على غير المتوقع، وبتيجي في الوقت المناسب وباحلى السيناريوهات. عوامل لو بصيت فيها هتلاقي بطوله امم 98 هي الاغلى في تاريخ مصر. بطوله مهمه جدا جدا بالنسبه لنا كلعيبه وبالنسبه لنا كمصر كمان بشكل عام يعني، وكانت في نظري اغلى البطولات. احنا رايحين ناخد البطوله، البطوله دي حياة وموت بالنسبة لنا. أكون صريح معاك، لا ما كانش إحنا رايحين نكسب البطولة بصراحة يعني، إحنا كنا رايحين عشان نعمل أقصى حاجة عندنا، وبعد كده مسألة إن إحنا نكسب أو نخسر ما كناش عارفين. كان كابتن جوري يطلب عايزين نعمل معسكر والله ما فيش إمكانيات. طب عايزين نروح نسافر نلعب والله يعني. طب يعني عايزين لبس والله لبس مزركن والدنيا بايظة. حصلت دربكة إدارية كانت في دماغ المنتخب. سيادة الوزير في الوقت ده رئيس الوزراء الجنزوري شال منه امضة الفلوس، وبقى السكرتير او الراجل النائب بتاع الجنزوري هو اللي بيمضي. كابتن جوري عمال حاول يتواصل ان يقابل الجنزوري والراجل رافض، فقال له انا هبعت جواب، عايز اكتب جواب للدكتور جمال الجنزوري اقول له ان انا الدنيا متطلبه ومفيش فكره ان انا اسافر بوركينا فاسو عشان هسافر نعمل ايه. كتبت الجواب بخط ايدي من دكتور كمال الجنزوري وموضوع كابتن محمود الجواري، وخدوا كابتن سمير عدلي تاني يوم وراح بمجلس الوزراء سلموا للشرطرات حمان. لغايه في يوم لقيت الكابتن جورم شايب، انا هروح العب بايه؟ هاتوا لي الصحفيين يا سمير. قلت له يا كابتن في واحد مصري جدع جدا اسمه شكري عنده مصنع ممكن يطلع لنا وهو بيعمل فينيسيا ده أطار، ونطلع على إحدى المصانع في باب الخلق في السيدة زينب، بنطلع نقعد في الدور الأولاني كده في عمارة كده من العمارات القديمة، والراجل يفرش الألوان والقماشة، ديزاينر قاعد بتاع المصنع والكابتن جوري اللي بيختاره وبيعمل، والرسمة نفسها أنا بقول لك حتى رسمة النجوم كابتن جوري اللي عاملها. التيشيرت بتاعي ما كانش مكتوب، كان الاسماء مكتوبه على التيشيرتات كلها، بس انا التيشيرت بتاعي مش مكتوب عليه، ما كانش عليه الاسم بتاعي. فكابتن سمير عدلي هو اصلا انتيريور ديزاين يعني، هو راجل فنان يعني، فكتب لي اسمي، عمل بلاستر ابيض وكتب اسمي بالقلم الجاف. الشرابات كنا خدنا، احنا دخلنا في احدى المناطق اللي فيها مقابر وكان في مصنع شرابات جوه المنطقه، خدنا عينات وقال لك هو ده الشراب اللي فعلا ينفع معانا. كابتن جوري ما كانش بيتفائل قوي بالبراند بقى، فعشان خاطر معتقد اعتقادا منه ان لما اللاعب يلبس لبس حلو فبيركز في اللبس اكتر ما بيركز في الكوره يعني. يعني كان عندي انا دايما عقيده ان كل ما رفهت اللاعب كل مش هتاخد منه. ما كانش معانا حتى بوكت ماني. احنا اول فلوس تيجي لسمير عدلي جت عن طريق السفير بعد ما دخلنا الدور التاني. مفيش امكانيات واستحملنا، لكن كمان مفيش دعم حتى معنوي، ومع ذلك فكل ظرف بذكائك تقدر تحوله لصفك. كابتن جوري كان له اعداء كتير، كان في يعني شبه معركه ما بين الاعلاميين وكابتن محمود الجوهري، ايه سببها الله اعلم. وعمل مؤتمر صحفي الجوهري حضرته وقعد يبص على الفرق اللي كانت موجوده، خلى سمير عدلي يعمل منشور لكل صحفي ترتيب الفرق ايه، كان محطوط من الترتيب ترتيبنا ال 13. الناس خدت الورقه دي ومسكت في كلمه 13. واحد من اللعيبه بيقول له يعني انت رايحين تاخد ايه ومش عارف، قال له لو انا داخل المطار هيقول لي انت مين؟ هقول له انا مصر، انت ما خدتهاش بقالي كذا سنه، انا مش عارف ايه، فيقول لي لا اقف في المركز ال 13. مصطلح
والدنيا قامت اياميها بقى كابتن جوري واحنا مستغربين لان الورق معانا. فالكابتن قال لنا بقول لكم ايه، ولا الرد ولا سيبهم يعيشوا في حته ال 13 انما احنا رايحين نجيب البطوله. وكان هذا قمه الذكاء والخداع من محمود الجوهري. الحرب خدعه وكان الجوهري ظابط. فبقول لك يا كابتن خلاص مسافرين بكره، فحس بصوتي بنبره قلق يعني، راح باصص لي ورا كده بين الكرسيين بالظبط انا صوته في وداني، قال لي ايه يا علو انت صدقت؟ راح اجيب البطوله وراجع. نجح الخداع الاستراتيجي وسقف الطموحات بقى يدوبك. وهنا كانت مهمة الجهاز الفني التانية، شحن الهمم والتحفيز حتى لو كان نقد الإعلام هو الوقود. احنا في مهمة عمومية، احنا رايحين ناخد البطولة، البطولة دي حياة وموت بالنسبة لنا. احنا كنا في الطيارة، كان زمان بقى كان المضيفة تعدي بالعربية فيها الجرايد والمجلات وبتاع، فكل واحد ياخد جورنال، ما كانش فيه غير مجلة رحت شاددها. رئيس التحرير فيها اللي كان بيكتب في الرياضة كان قاعد على يميني في الطيارة. المجلة دي كانت عاملة استفتاء لاعتزال حسام حسن. وكان 29 سنة 30 سنة، كان لسه الفكرة بتاعت إن إيه بطل. أنا قاعد بقرا البتاع، فأنا يعني حاسس في هواء سخن في ضهري من ورا. فببص كده لقيته مين؟ حسام حسن. فشافني فرحت عامل مجلة قفلتها، فلقيته بيمد ايده عشان ياخدها، رحت انا ايه بعدها وهو بقى ايه بيلف. رحت جارع كابتن جوري كان قاعد قدام، قلت له الحق في كارثه ورا. رجع قعد مع حسام حسن لا يقل عن ساعه ونص. عشان كده كان حسام حسن كان عنده دوافع قويه جدا ان هو يشتغل وان هو يعمل بطوله كويسه يعني. فكان في بعض الصحفيين دايما حسام حتى لما بيجيب جول بيروح لهم هم مباشره يعني بدون ذكر اسماء حد. كروم كسب نادي الزمالك وكان سبب الاجوان كلها نادي الرسايل. احنا كان ده الجمعة، السبت كان اول تجمع للاستعداد لبوركينا فاسو. فجي للكابتن جوهري قال له يا كابتن انا جاي اعتذر عن المنتخب. قال له بص انا ماليش دعوه بالقصه دي، فكر صالح اللي اختارك روح له، لو هيختار حد تاني انا موافق. فجالي قلت له بص يا نادر، عشان ماتش بمليين في الدوري تسيب انك تبقى احسن جون في افريقيا وتسيب انك تبقى جون محترف، أنا الاوان تسيب لنفسك البطوله دي. فقال لي طب يا كابتن انا مش جايب لبس، انزل الملعب تلف وانا بمرن عصام الحضري واحمد صلاح. نزلت الملعب غيرت تمريني وعملت تمرين شو يعني، اوب عصام ويجيب اوب يا احمد. بعد ثلاث اربع لفات لقيت نادر جاي يقول لي يا كابتن في ودني انا عايز اخش دور. قلت له انت يا ابني معكش لبس؟ قال لي لا. دخل دق 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 المنافسة لدرجة ان بعد التمرين كابتن جوهري جه قال لي انا اول مرة في حياتي اشوف نادر السيد بالشكل، انت عملت فيه ايه؟ وصلنا بوركينا فاسو، ولو فاكر ان نهاية التحديات تبقى غلطان، احنا لسه بنبتدي. يمكن خلصنا من النقد وتعزلنا، لكن ما خفية كان اعظم. احنا نزلنا في مكان اكنه مقابر، مش احنا بس، الفرق كلها. الاجواء كانت حاره جدا وصعبه قوي، كانت درجه الحراره فوق الـ50 بالنهار، وكنا قاعدين احنا حتى والمنتخب كنا قاعدين في منتجع او كرفانات. بنقول حتى كمان استغرب واتخض من مكان مقفول وينظمش شاليهات، بس ينظم الشاليهات كلها غريبة شوية مش حلوة خالص، لدرجة إن لما شفنا المكان محدش نزل من الباص، لا احنا ولا اللعيبة. طبعا اللعيبة اتخلت ايه ده ومش ايه ده، احنا كلعيبة مع بعض كابتن حسام حسن احنا وصلنا الرسالة لكابتن حسام حسن، ايه ده كابتن مش هينفع نقعد هنا وبتاع. كابتن جوهري راح عمل لهم اجتماع فوري، قال لهم لازم تحب المكان اللي انت فيه، قال كل واحد يوضب ويحط زرع ويعمل وبتاع، وحمر كمان ساعتين احسن شاليه هديله 300 دولار حب المكان. المهم طبعا من تعبنا بتاع دخلنا نمنا، من تاني يوم الصبحيه لعيبه صاحيه، واحد بيجيب من الممر زرع حاططه قدام البتاع ويغيروا الاوضه دي، يجيبوا الاوضه دي هنا ويجيب السرير ده هنا ومش عارف ايه وبتاع، خلقنا حاله جميله جدا. وفعلا الاوضه اللي كسبت الرهان كابتن هاني رمزي. كان وقتها ما كانش بيبقى فيه الجي بي ال بقى ان انت لا، كان فيه لازم تاخد كاسيت كبير كده معاك
بسيديهات بقى ومش عارف ايه كده. فكان هاني رمزي وجايب ده، والمكان ظريف ولطيف وبتاع، فكلنا كنا بنروح نقعد هناك نبوظ لهم المكان ونمشي تاني. كابتن جوهري بيحب يلعب فروتين، قعد معايا انا وحازم وحسام، قال لنا انا غير الطريقه، العب انا بواحد حسام حسن وحازم وعلى الستار، انتوا اللي تلعبوا، انتوا الاثنين تحت حسام حسن، انتوا الاثنين متركبين على بعض، وبعدين انت واحد بيلعب برجله اليمين واحد بيلعب برجله الشمال، لو الاثنين بيلعبوا برجل واحده يعني اليمين او الشمال كان يلعب واحد فيهم. فحازم كان وقتها بيلعب في ايطاليا اعتقد، فكان جايب بلاي ستيشن معانا. الجول الاولاني في ماتش موزمبيق كان ساعتها حازم مرقص حطها لوبي كده خبطت في العارضه، بعد رجعت لحسام حسام حطها، هو حازم ما بيلعبش غير اللعبه دي في البلاي ستيشن. قلت له دي كره بلاي ستيشن، قال لي شفت؟ قلت له طب كان لحسام كان على طول، قال لي بس هي لقيتها حلوه رحت حطيتها. اكتسبنا الثقه، واحيانا اللي انت فاكره سوء حظ بيكون قدرك الحلو اللي ما تعرفوش، درس اتعلمه الجنرال محمود الجهري برجل مصطفى حجي. احنا لما كسبنا زامبيا الماتش الثاني خلاص احنا الاول، حتى كابتن جوهري الله يرحمه قال خلاص احنا كده كشفنا. ما تغيرش الحارس المرمى الا في حالتين، الاصابه او ان المستوى سيء جدا ضيع مصر. نادر عامل مباراتين هايلين، عصام الحضري كان لوى بوزه بس انا قدرت الم اللوي ده. يعني هو دخل الكابتن جوهري في تمرين ومتعصب، قلت له يا كابتن هو عنده شد خفيف، وانا اللي قلت له يعمل كده لاني انا ما اعرفش بكره ممكن احتاج عصام. اوعى ترمي ابني من ولاد حتى لو غلطان. احنا اعتبر احنا الاول المجموعه، اصل ده ماتش المغرب، لو كسبت او تعادلت هتروح على جنوب افريقيا في دور الثمانيه، ولو خسرت زي ما حصل كده اللي هو ما كانش متوقع ان انت تخسر فهتروح على كوت ديفوار. جه الجون ده اللي هو طبعا لو اتعمل 100 مره مش هيجي، هو ما كانش متوقع يعني، ما يعني هو عمل كده وبعد كده قام لقى في الجول فاهمني، فما ما يعني كانت هدف صعب او كان هدف حلو طبعا يعني. كنا كلنا حزان والله. انا انت هتعرف ان احنا كنا زعلانين قوي، كابتن جوهري زعلان جدا جدا لان هو كان عايز يروح ل جنوب افريقيا. رجعنا لقينا الكابتن جوهري قاعد في الصاله وشه كده، وانتوا رحتوا فين؟ ايه كل الغيبه دي؟ انتوا مش عارف ايه؟ موتوا مين كده يعني؟ ضحكوا وزار. اتاري مدام الكابتن جوهري كلمته في التليفون قالت له انت زعلانين ايه وزعلانين ليه؟ انت لو كنت خدت المركز الاول وكسبت كنت هتلعب الساعه 4 الظهر في عز الحر ولعبتك مش هتسحبك. فشوف التفاؤل، قال لك لا ده هو ربنا بيدينا للبطوله. كان الماتش الوحيد اللي كان مرعوب منه كابتن جوهري. برضه في لعيبه ما عندهاش جلد قوي، ففي لعيبه ضعفت في الاخر بقى، بدات بنكسب بدات المده تطول. جالي احد اللعيبه وقال لي يا كابتن في حاجه مش مظبوطه، فبقول له قال لي في لعيبه زهقت، في لعيبه لمت الشنط وحطتها على اساس يعني ايه لو اتغلبنا بقى نمشي يعني، فده احساس مش حلو. في حاجات اوصلها للكابتن محمود الجوهري وفي حاجات انا بحلها، لكن النقطه دي لازم توصل. فقال للعيبه عندي خبرين، واحد كويس واحد مش قوي، نبتدي بمين؟ فرد يعني رمز قال له لا كابتن اللي مش قوي الاول. فقال له طيب احنا المفروض ان احنا بنروح نحجز مكتب الطيران، ما لقاش اول طياره هترجعنا يوم 2 في الشهر اللي هو تاني يوم النهايه. فرد حسام حسن قال الخبر حلو يا كابتن، قال له كلمني مكتب الرئيس وقال لي وصلكم النهايه وخدتوه، في مكافاه حلوه قوي من سياده الرئيس. كام يا كابتن وبدات ايه الاصوات بتاعت؟ فحتى وانا خارج بقول له يا كابتن انت جبت منين ده؟ قال لي هي جت كده خلاص. قلت له حد كلمك؟ فقال لي ما حدش كلمني. وسبحان الله قبل النهائي بيوم فعلا كلمني مكتب الرئيس وقال لي عايزين كابتن محمود الجوهري وكلموه، قالوا له في طياره خاصه جايه بكره النهائي وسياده الرئيس ان شاء الله لو كان في هتاخدوا بطوله ان شاء الله سياده الرئيس هيكون في استقبالكم في المطار. انا خلاص اتاكدت ان انا هلعب ضربات جزاء لان الكابتن جوهري قال لك استحاله هكسب تحدي العك. كابتن جوهري الله يرحمه قال لي انا عايز ضربه جزاء واحده بس، يعني احنا كلنا كنا متشوط كويس. خدت نادر بعد العشاء قلت له يا نادر انا شفت لك رؤيه، قلت له انا شفت ان حضرتك واقف في المباراه اللي جايه واحنا تعادلنا الاربع التايم الاولاني والتاني والاضافي وبنلعب ضربات جزاء ودخل فيك الجون الاول ودخل فيك الجون التاني،
والثالث ورابع. الخامس جبته بصبعك اليمين. انا صدت كره واحده، اعملوا حسابكم، صدت كره واحده. اول ما احنا مع بعض كلاعب انا صدت كره واحده. كلمتوش، قلت له الرؤيه هتتحقق اهو، وفعلا جابه بطرف صبعه اليمين. طبعا لو كان ما حصلش وهيجي يقول لي اقول له كان حلو. حازم، وبسم الله حازم امام، شافونا نازلين الملعب من فرحتنا. مين شافني؟ هاني رمزي. فتح سبرنت وبسرعته، وانا بقى جاي وهو جاي، فقلت هيهدي بقى بسرعته، راح ناطط عليا. انا مسكت، انا حسيت ان الظهر ده كانت هتعمل نص، هيتقسم نصين. هانت، بس الخصم الجاي صاحب الارض، وفي افريقيا ده معناه ان كل شيء مباح. قبل ماتش بوركينا فاسو لقينا في فجأة كده كان في شاليهات بتاع ست سبع شاليهات، في بوابة من هنا وبوابة من هنا، ففجأة لقينا البوابة دي اتفتحت، لقينا عربيات تيجي وتحامي خنازير مدبوحة وتمشي. كان نوع من أنواع الإرهاب قبل اللقاء، يعني وإحنا الحين نمشي قبل الماتش صوت غريب قوي، صوت سويت، إيه ده؟ فكلنا كده على جنب، إيه ده ودخل إزاي يعني؟ أتاري العربية دي جرة خنزير بيتألم من الحجر، كل ده عشان يبقى فيه دم، ده نوع من انواع السحر. احنا كنا قبل الماتش بتاع ايه بوركينا فاسو، واحنا ليله ايه رايحين المباراه، كابتن جوار راح بتاخد جنب كده، قلت له كابتن تلاش تخافش، انا بقى فتح وجوك بنجري ورا العربيه. فبدانا ان احنا نقلق يعني قبل اللقاء، فالسحر بقى والافريقي ومش عارف. ما خدناش الاوتوبيس عدى على المكان ده خالص، خدنا كده حاجه من ورا كده، وحتى كسرنا شجره عشان نعدي، ما نعديش على الدم ده خالص. ولكن الحمد لله نزلنا دايما ان احنا نتغلب على بوركينا فاسو 2-0 في اللقاء ده. كان كذا باصه حازم رجعها لحسام بيقول له حط. حازم يا سلام يا حازم، يا سلام يا حسام. اللعيبه كانت علاقتها ببعض غير طبيعيه، حسام حسن النجم وحازم امام النجم، الاثنين قاعدين مع بعض لعبوا بلاي ستيشن مع بعض، يقعدوا يناقروا ببعض. احنا كناش بنسمع يا سلام يا حازم، ما بنسمعش، ما فيش الاوبشن انت تشوف الجول وتطلع لا لا لا. بدانا نحس، لان بيجي لنا ان الجمهور بتاعنا بعد كل مباراه بيلف الشوارع، فاهم ازاي؟ والريس عمال يبعت لنا تهنئه، جه بقى ناس كتير وجماهير، وجت طياره مخصوص عشان خاطر الفاينل. منع تماما اي مقابلات، اي احتكاك، اي علاقات ما بينك وبين الناس لغايه ما تخلص البطوله. وانا اتذكر الجمهور البوركيني لعب معانا دور كبير قوي في المباراه، كله شبه يشجعنا الحقيقه في المباراه النهائيه. كان يوم الماتش كنا بنذبح خرفان خروف للعيبه عشان ياكلوا الماتشات يعني، وبرغم من كده بتعرف عندنا اللعيبه والشخصيه المصريه طيبه وحنينه. كان بعد كان في الاولاد اللي هم الصغيرين كده كلها ورا المطعم كده واقفين، كان اللعيبه والله ربك لما بيكرم فعلا عشان خاطر النوايا، كانت اللعيبه ما تاكلش وتاخد الاكل ده تنديه للاولاد. عشان كده احنا كنا كل الماتشات جمهور بوركينا فاسو كان بيشجعنا. مباراة جنوب أفريقيا دي كانت أسهل مباراة بالنسبة لنا، يعني إحنا شايفينها أسهل مباراة لعبناها في البطولة كلها. إحساس المدرب اللي هو بيبقى قاعد على الدكة إن هو كسبان المباراة دي، بتحصل في حياتك الرياضية عدة مرات بسيطة. المباراة دي أنا قاعد بتفرج على منتخب مصر في نهائي أمم أفريقيا مع جنوب أفريقيا اللي حايز على اللقب، تمام؟ لو قعدنا لبكره الصبح هنكسب. الكوره دي يمكن انا فضلت امشي بيها، السكه عماله تتفتح قدامي، وبدات اشوط. لما شوطت الكوره انا ما خدتش بالي ان هي لفت، لان في الملعب انت ما تحسهاش. فلما نزلت هنا مصر فالناس كلها تقول لي هي لفت ازاي؟ هي الكوره دي لفت ازاي؟ طب هي جت ازاي؟ طب انت شوطتها ازاي؟ انا مش فاهم. انت كان لازم بقى تشوف التلفزيون عشان تشوف الهدف. دلوقتي انت ممكن بين الشوطين لو جبت جون تشوف. اتعملت جمله حلوه قوي، كان فيه هو الخارج منطقه الجزاء، لعب بطريقه 1-2-3 في طارق مصطفى، حط الكره في الاخر، كانت مفاجاه ليهم لكل الناس. انا شفت التمرين ده في يعني
بس انا شخصيا ما كنتش اعرف اني انا اتلعب كده يعني ولا أنا. واحنا ضيعنا فرص زي ما قلت لك كتير قوي. حسام حسن كان متضايق جدا عشان هو يعني عايز يجيب جول، ما شاف الماتش مباراه. كان في احسن ديفنس عندهم بتعملوا بافريقيا ماركو فيش، و يعني كان لعيب مميز جدا. بس حسام حسن كان حاجه جامده جدا، كان مرعوب من كابتن حسام حسن. الماتش انتهى في اول تلت ساعه او نص ساعه، واحنا برضو ما زلنا مركزين جدا ملتزمين جدا لغايه الدقيقه 90. واسدل الستار وعاد الكاس لموطنه الاصلي بين احضان حسام حسن، وكعاده بلدنا في الفرح كله حبيبه. لما خلص الماتش طبعا شلنا كابتن جوهري، ده رقم واحد، واللعيبه بقى وجوهري ومش عارف ايه وبتاع. لقيته غاب جوه في الاوضه، جه فرحت مخبط عليه، قال له بونجو، رحت داخل بدا يفكر. فبقول له يا كابتن مالك في ايه؟ احنا عم فرحانين ومش عارف ايه. قال لا لسه، قالوا لما نرجع هنشوف كمان. كان عنده احساس باللي هيحصل يعني. قلت له يا كابتن سيبك بقى من الحاجات دي. كان مره في رحله افريقيه فوزعوا علينا البرانيت الافريقي دي، عارفها؟ فببص على كومدينو كده لقيت حاطط البتاع. قلت له بقول لك يا ابو كباده. قال لي ايه؟ قلت له البس دي. رحت ملبسها له. قال لي قلت له البسها ووقف وقول ايه؟ انا بيه انا بيه انا زي في المحبس قول انا بيه انا بيه انا بيه. قعد يضحك ضحك غير طبيعي. لقيته بقى ايه بينسجم معايا انا بيه انا بيه وبتاع. وكان في استقبالهم في المطار كل من وقفوا امامهم في تسهيل لمهامهم عشان يحققوا البطوله، كله بدا يهيص ويحتفل. بس لما جينا بقى مصر هنا بقى المطار، انا حسيت ان احنا لا الجماهير صعبه جدا وكانت جامده جدا. الكابتن بقى راح للصحافه قال للناس ان احنا نطلع الاستاد استاد القاهره عشان ايه الناس مطار كان الناس فوق بعض. احنا جينا من الاستاد لدار الدفاع في 12 ساعه بالعربيه. انا بعتبر 98 دي نقطه تحول لحب الجماهير، لان كان كلهم رايحين في اتجاه الانديه، وهي الناس كانت بتحتفل ليه بالشوارع عشان الياس اللي كانوا عملوه او عملته الصحافه اربع ايام او خمس ايام. وبعد كده بدأت بقى إيه بعض الأقلام عايزة تكمل الشراسة اللي كانوا فيها. لما إحدى الصحفيين أو الإعلاميين يطلع بالبنط العريض إلحق بنفس اللفظ، منتخب مصر كان بيتعاطي منشطات. الصحافة دي فادت المنتخب إن خلت الناس يعني إيه تحس إن الجوهري مظلوم هي والمجموعة بتاعته. كان محمود الجوهري في مدرسة تانية خالص، الواحد اتعلم منه، اتعلمت منه الحاجات دي، ولا حاجة تفرق معايا. اللي هعمله في دماغه ومقتنع بيه هعمله. زي مثلا الناس خدت انطباع كابتن جوي، يقول لك ايه كابتن جوي مدير فني بيدافع بس. عمر راجل ما كان بيعمل كده. لا كاس امم 98 10 اهداف، احنا اكتر لعيب اكتر منتخب جه فيه جاب اهداف واكتر منتخب جه فيه اقل اهداف. الله يرحمه طبعا كان دخل بطوله من اجمل البطولات اللي دخلت مصر 98.